هذا الفاكيوم لاين. نفتح سكر الفاكيوم شوي شوي على الاخر. اوكي؟ نتاكد انه على طول الفاونت فيها مي مش اخذه هواء. نرجع نسكر سكر الخزان تقريبا نص فتحه. يكون مفتوح نص فتحه بصير. الفاونت عم تشتغل. بنروح على التابلو. بنحط البامب هي بتكون اوتو بنحطها مانيول لما تطفي على التايمر نحن ونعمل فاكيوم اوكي وبصيروا عم بيعملوا فاكيوم هون يعني بياخذوا الهاندل مضبوط وبصير و they need to vacuum for how much time the vacuum will start يعني from the first the pull to the end of it اوكي يعني بتمشي فيها step by step اوكي كانك عم بتمسح الارض عم تعملي فاكيوم للناس شافت 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 لا تخلص كلها صار اوكي بس بهلا بهالوضع هلا بس تصفى المي بده يرقي جاي بالكعب ما فيها تعملها كلها فرد ضربه بده يعمل half of it بيرجع بيجي لهون بيطفي البامب بيجي على الساند فلتر في عندك هون باك وش ورنس بيكبسها وبيرب مرة